مين اللي بوظ الشاحن ده؟ مش انا، مش عارف مين اللي بوظه. طب قولي الحقيقة وانا مش هعمل لك حاجة. بصراحة يا مامي انا اللي بوظته. تمام، شفت؟ مفيش احسن من الحقيقة. تعال. مين اللي كسر الريموت ده؟ مش انا يا مامي، مش عارفة مين اللي كسره. قولي الحقيقة وانا مش هعمل لك حاجة. مامي عيب، قلتلك مش هعمل لك حاجة. بصراحة اتكسر مني غصب عني. تمام، الصراحة مفيش أحسن منها. تعال. مين فيكم اللي كسر النضارة دي؟ قولوا الحقيقة وأنا مش هعمل لكم حاجة.